موعد إخباري من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، هدوء يخيم في هذه الأثناء على أجواء قطاع غزة بعد 49 يوما من العدوان الصهيوني الوحشي على مدنه وبلداته، حيث دخلت صباح اليوم الهدنة الإنسانية المؤقتة والتي مدتها 4 أيام قابلة للتجديد، أبرمت بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني. هذا في وقت تتوالى عبر معبر رفح الحدود دخول الشاحنات المحمل بالمساعدات الإنسانية، وبموجب الاتفاق سيتم وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من كلا الطرفين ودخول الوقود لكافة مناطق قطاع غزة. وخلال أيام الهدنة لن يتمكن 1,700,000 نازح إلى جنوب القطاع غزة من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين بعد تهديد قوة الاحتلال باستهدافهم. وخلال الساعات الأخيرة قبيل بدء سريان التهدئة، كان الاحتلال قد صعد فجر اليوم من غاراته وقصفه لشمال ووسط وجنوب القطاع، مستهدفا مدارس، تأوية النازحين ومنازل بكل من مخيم جباليا والنصيرات وخان يونس ورفح ومستشفيات منها المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا الذي اقتحمت، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى ما يقارب 15,000 شهيد وزيد من 36,000 جريح، أغلبهم أطفال ونساء. كما اعتقد جنود الاحتلال 10 الفلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ويحاول الفلسطينيون لملمة جراح القصف الهمجي على قطاع غزة ودفن جثامين الشهداء وأشلاء الأطفال في مقابر جماعية. مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد يرصد لنا جانبا من عملية الدفن في القطاع. سنبدأ التقرير اليوم بهذه الجرافة الفلسطينية التي تقوم بفحر في الأرض، ليس لبناء جديد ولكن لمقبرة جديدة جماعية بحق نحو 100 فلسطيني استشهدوا في مستشفى الشفاء والمناطق الشمالية. وهنا بعض المتطوعين الفلسطينيين جاءوا أيضا لفحر المقبرة الجماعية التي ستضم وتحتوي على عشرات الشهداء الفلسطينيين، أطفال ونساء وشيوخ. إنه بعد استنفاد الإجراءات، تدخل الجهات المعنية للإفراج عن الشهداء في مستشفى الشفاء ومستشفى الأندونيسي، تم إحضارهم لمدينة خان يونس، محافظة خان يونس، للمقبرة التركية لدفنهم، طبعا لأنه لا يوجد متسع في المقبرة، وتم دفنهم لأنهم مجهولين الهوية كمان، وعدد كبير جدا، عددهم كبير جدا. تم التنسيق بين وزارة الصحة في رام الله ووزارة الصحة هون والارتباط الإسرائيلي، واستلمناهم الساعة 11 بالليل تقريبا ومشينا من هناك. قالوا لنا هذول 111 جثة، منهم مجموعتين من الشفا ومنهم مجموعة من بيت حنون جنب المقبرة. ونظرا لقلة الإمكانيات لدى المستشفيات الفلسطينية، فقد تم جلب الشهداء عبر هذه الشاحنة، علما أن كافة الشهداء في داخل هذه الشاحنة مجهولي الهوية، لا يوجد لديهم أهل أو جيران أو أقارب، لأنهم أيضا هم إما شهداء أو مفقودين في المناطق الشمالية، ولا يوجد أيضا مشيعون. هنا بعض الصحفيين والفرق الطبية والبلديات التي تقوم بفحر المقبرة الجماعية ودفنهم وتزييل جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني. هذه بعض جثامين الشهداء وضعت ببعض الأكياس بعد أن تحللت لعدة أسابيع، وهي ملقى بين أروقة المستشفيات أو على الأرض أو في باحات مجمع الشفاء الطبي والأندونيسي. وبعد تدخل جهات دولية تمكنت وزارة الصحة الفلسطينية بأن تأتي بهذه بجثامين هؤلاء الأطفال الذين يعني هم أشلاء، في أغلبهم أشلاء، ويعني أطرافهم كلها مقطعة ووجوههم مشوهة، سيتم دفنهم في المقبرة الجماعية. هذه قمة الألم هنا نعيشه نحن الفلسطينيين في قطاع غزة، أن يشيع الشهداء في مقابر جماعية، يسجون الآن في مقابر جماعية حوالي أكثر من 100 جثة فلسطينية احتسبهم هؤلاء المشيعون عند الله شهداء. هؤلاء الشهداء في
الحقيقة نكل بهم الجيش الإسرائيلي حينما اختطفهم من مجمع الشفاء الطبي. لا شك أن الشهداء الفلسطينيين سيدفنون اليوم، ولكن ستبدأ قصص معاناة جديدة مع أهلهم وذويهم الذين عندما ينجلي غبار هذه الحرب سيبدأون حتما في البحث عن رفاتهم. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. بتكليف من السيد رئيس الجمهورية يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بجمهورية غينيا الاستوائية ممثلا للسيد الرئيس في القمة الخامسة لمجموعة العشر التابعة للاتحاد الإفريقي، وفي إطار التحضير للمداولات المرتقبة على مستوى القمة شارك عطاف أمس في أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة دول هذه المجموعة الإفريقية المعنية بملف إصلاح مجلس الأمن. وفي كلمته بالمناسبة أكد عطاف أن إفريقيا على استعداد تام للإسهام بنصيبها العادل في الجهد الجماعي بالتزام وحسم للمساهمة في إصلاح مجلس الأمن الدولي. نحن مدينون لكم بالعمل المبذول الذي قمتم به لترقية الموقف الإفريقي المشترك حول إصلاح مجلس الأمن. اجتماعنا هذا يتزامن مع العديد من الصراعات والتوترات والنزاعات المتعددة والمتنوعة، وكانت إفريقيا هي القارة الأكثر تأثرا بذلك، ولم تجد شعوبها أذانا ساغية ولا يدا للمساعدة. إن نظام الأمن المشترك يمر بأزمة شاملة، وسبب ذلك يعود إلى مجلس الأمن الذي هو في حالة شلل. وعلى هامش الاجتماع أجرى عطاف أمس محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونيو أنجي، حيث أكد الطرفان بالمناسبة على أهمية انعقاد القمة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة للمطالبة بتصحيح الظلم التاريخي المفروض على القارة السمراء. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف محادثات مع نظيره من جمهورية الكونغو جون كلود جاكوسو، حيث تطرق الطرفان إلى علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب آفاق تعزيز التنسيق البيني في إطار اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المكلفة بملف المصالحة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة والتي ترأسها جمهورية الكونغو. كما تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف مكالمات هاتفية من نظيره التونسي نبيل عمار، وكذا من نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق. عطاف التقى الوزير الليبي المكلف بالشؤون الخارجية في إطار تقاليد التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء. بعد المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، قدم أمس وزير الاتصال محمد العقاب أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة عرضا مفصلا حول نصي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري من أجل عرضه في الجلسة العامة المخصصة لتقديم ومناقشة النصين على مستوى أعضاء مجلس الأمة للمصادقة عليها. بعد أسبوع من تأكيد السيد الرئيس على ضرورة التكفل بالعراقيل التي تحول دون بعث الاستثمار بولاية البليدة بما يتوافق ومقدراتها الطبيعية، نقف اليوم على واقع الحال بالمنطقة الصناعية بالولاية بعد قرارات رفع العراقيل عن المشاريع الصناعية. حنان بوري. ولاية البليدة قطب صناعي بامتياز، مؤهلة اقتصادية غنية ومتنوعة تسخر بها الولاية، تدعمها مرافقة وتسهيلات تخلق فرصا استثمارية مميزة لتتعزز اليوم برفع العراقيل والقيود على المشاريع الاستثمارية العالقة المكتملة الأشغال والمجهزة بكافة التجهيزات والمعدات. فقد تحصل المستثمرون العموميون والخواص على رخص استغلال استثنائية. عينات وقفنا عليها اليوم، فهذا المصر
المصنع المختص في صناعة الصهاريج الموجهة لتخزين مواد المحروقات، قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. احنا بعد رفع التحفظات الخاصة بالطاقة وحصولنا على رخصة استغلال تسمح لنا بتلبية احتياجات الوطنية بنسبة 50%، وضع وعندنا مخطط للتوجه نحو التصدير. رانا نصنع هذا الانتاج في الجزائر اللي كان المنتوج يستورد من الخارج، والان رانا نصنعوه بالجزائر بيد عامله مؤهله. العاملين خذوا خبره وقادرين باش يعني ينتجوا منتوج وجوده عاليه. اكثر من 400 عامل فتحت لهم مناصب شغل دائمه في هذا المصنع الذي يصنع الاحذيه بمختلف انواعها، محققا نسبه ادماج عاليه. الحمد لله يا ربي، بالنسبة للرئيس الجمهورية عطانا رخص تاع الصناعة تاع الاستثمار، إن شاء الله تكون بشرة خير لينا باش نعملوا عملية تصدير البضاعة للبلدان المجاورة. سمعنا بلي فتحوا زين، جيت حطيت سي في تاعي، ضربت دو جور عيطولي، تا شاف الخبرة تاعي كيفاش تم، من بعد نصبني. تجريب للعتاد واختبار لقدرة العمال باشرها هذا المستثمر في مجال المواد الغذائية. رخصة استغلال استثنائية نهائية تفتح له آفاقا لتوسيع هذا الاستثمار والتوجه للتصدير. لا الحمد لله، يعني يوم الخميس الماضي رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة لتسهيل فتح المصانع اللي راهي واجدة، فالحمد لله بعد أسبوع احنا عندنا مصنع. أسبوع يعني بالضبط كان عندنا مصنع يعني تقريبا معطل، فتم فتحه اليوم وهو يشتغل، والأسبوع القادم احنا رايحين إلى السنغال في على الخطوط الجوية الجزائرية اللي دار سبيسيالمون باش نعرضوا المنتوجات تاعنا. تغطية لاحتياجات السوق الوطنية من المواد الكرتونية الموجهة للتعليب والتغليف وفق معايير مطابقة للسلامة البيئية هو ما ينتجه هذا المصنع، ليضع اليوم استراتيجية تسويقية نحو كل ولايات الوطن، ثم التصدير هو ما تتيحه الرخصة المتحصل عليها اليوم. أنا كمستثمر يساعدنا هذا القرار لأخذه رئيس الجمهورية، يساعدنا بزاف في زيادة الإنتاج الانتاج المنتوج الوطني، ويساعدنا ثاني باش نزيدوا في العمال. هذه العمليه مست 105 وحده صناعيه ذات الحجم الكبير اللي من يوم 19 الى البارحه يوم 22 قمنا بتسليم 44 رخصه استثنائيه نهائيه، وبذلك العملية مستمرة إن شاء الله حتى نسوي كل جميع المصانع والوحدات الإنتاجية المعنية بهذه العملية. رؤية استراتيجية تضع على رأس أولوياتها توفير مناخ استثمار ملائم تطويرا وتنويعا للاقتصاد الوطني. شهدت مختلف ولايات الوطن خلال الساعات الأخيرة أمطار غزيرة تسببت في فيضانات، مما أدى إلى تسجيل العديد من التدخلات على غرار ولاية سكيكدا التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة في فيضانات الأودية، حيث تعمل مصالح الحماية المدنية والسلطات المحلية على التدخل لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي خاصة بمنطقة عزبة. ولمزيد من التفاصيل يلتحق بنا مباشرة من عزابة زميل سعيد بلوني سعيد بالعز. سعيد، هل من تفاصيل أوفى حول هذه التدخلات؟ نعم، تحية طيبة من بلدية عزابة، حيث التساقط الكثيف للأمطار وطيلة 24 ساعة لم تتوقف هذه التهطلات. نتواجد بهذا المكان حيث يبدو من ورائنا هذا المسبح الكبير الذي تشكل بفعل فيضان وادي الفندق.
فيضان وادي الفندق. هذا الفندق، هذا الوادي الذي يتشكل من عدة أودية شكل ما تلاحظون، وشاهدنا منذ قليل عملية إنقاذ لرجال الحماية المدنية لمواطنين عالقين حيث أنقذهما عن طريق الزورق. للمناسبة يحضر معي نقيب الحماية المدنية السيد روباش محمد قائد الوحدة هنا بعزابة. السيد النقيب، ما هي تدخلات الحماية المدنية طيلة هذه 24 ساعة من تساقط الغير منقطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا للتقلبات الجوية السائدة أو الفارطة، تساقطت كميات معتبرة من الأمطار. هذه الأمطار كانت أعطت حجم كبير لهذا الوادي الفندق، هذه النقطة السوداء وين حدث فيضان على مستوى هذا الواد. خروج مباشرة بعد ما فاض هذا الواد مباشرة، خرج هذا المياه الزائدة أو إلى السكنات المجاورة والطرق والمؤدية إلى المدن المجاورة لدارة عزابة. يعني أهم تدخلات مثل إنقاذ المواطنين، البيوت اللي غمرتها المياه، الطرق المقطوعة. للإشارة فقط أنه يعتبر واد فندق هذا يعتبر من النقطة السوداء في هذا على مستوى قطاعنا. سجلنا مباشرة بعد حدوث هذه الفيضانات اللي شهدتها القطاع تاعنا، مباشرة دخلوا أعوان تاعنا سواء كانت فرق لامتصاص المياه المتسربة إلى المنازل أو فرق خاصة لإنقاذ الأفراد العالقين بالمركبات في الطرق اللي غمرتها المياه، وكذلك كان غطاسين على مستوى الزوارق المطاطية لإنقاذ الأفراد العالقين في البريك المائية. سجلنا عدة تدخلات، معظمها كانت يعني في إنقاذ أفراد و يعني هي أضرار مادية، الحمد لله لا توجد خسائر بشرية. الحمد لله على كل حال لم نسجل أي خسائر بشرية إلى حد الآن، مجرد خسائر مادية. تمثلت هذه الخسائر المادية في مركبات الأفراد يقصتهم الماء، بالإضافة إلى تسرب المياه إلى المنازل كما شاهدت من قبل تبلل الأفرشة، إتلاف بعض الأجهزة الكهرومنزلية. إذن مع هذا التساقط الكثيف، يعني الإجراءات المتخذة لمواجهة أي طارئ؟ تعتبر الحماية المدنية دائما تبقى مجندة والاستعداد لأي طارئ، لأنه مادام راه مازال هناك تساقط لهذه الأمطار راح يكون هناك ارتفاع في منسوب هذا الواد وراح يزيد يخرج من مرة أخرى كذلك. احنا رانا مجندين بإذن الله إن شاء الله وباش نكونوا لحماية هذه المواطنة. إذن شكرا السيد محمد روباش نقيب الحماية المدنية قائد وحدة الحماية المدنية بعزبة. هذا كل ما لدينا لحد الآن، مستجدات ترقبوها في النشرات القادمة. تحية من عزبة وتحية الأمطار المباركة. وهو كذلك سعيد بالعز، شكرا لك، كنت معنا على المباشر من عزابة بولاية سكيكدا، شكرا على هذه التفاصيل. في الرياضة الآن، وضمن أولى مبارياته في دوري المجموعات لحساب رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، يواجه اليوم شباب بلوزداد نادي يونغ أفريكانز التنزاني، مواجهة صعبة يسعى خلالها الشباب للفوز في أول خطوة لتحقيق الحلم القاري. مسعود شيشة. مواجهة شباب بلوزداد لمنافسه التنزاني يونغ أفريكانز جاءت في وقتها المناسب بالنسبة لممثل الجزائر في مشاركته 13 على الصعيد الإفريقي بعد تحقيقه الانتصارين متتاليين في البطولة وارتقائه إلى المركز الثالث. اللاعبون وخلال تدريباتهم أكدوا على جاهزيتهم لهذا الموعد رغم صعوبته والسعي لتحقيق أول فوز في المنافسة. لعبوا مع يونغ أفريكانز اللي وصل الفينال مع اتحاد الجزائر وين خسر النهائي. احنا رانا نحضروا له كما ينبغي كما يقولوها، ان شاء الله ندخلوا بقوه في دور المجموعات المقابله الاولى تاعنا. الحمد لله للجوار كامل واعيين بالمسؤوليه ابري الفوز اللي فزنا عليه تاع شبيبه القبائل، اللاعبين كامل عندهم معنويات، ان شاء الله نكونوا حاضرين. عندنا الخبره دوكا في كاس افريقيا، ان شاء الله نبداو الماتش الاول هو اللي بليز امبورطون ان شاء الله، بوركوا با ان شاء الله في نقاط تقعد هنا ان شاء الله.
منافس الشباب ممثل تنزانيا يعد فريقا قويا ومنظما ويحتل المركز الأول في بطولته المحلية، وهو ما يحتم على شباب الوزداد أخذ كامل احتياطاته لتجنب أي مفاجأة غير سارة. كل اللاعبين جاهزين، عندنا مجموعة كبيرة وإن شاء الله نختار المجموعة اللي تمثل الفريق على حسب الجاهزية وعلى حسب التدريب وعلى حسب العطاء، ونتمنى كل خير لشباب الوزداد. أشبال البرازيلي باكيتا مطالبون بالفوز وفي إمكانهم تحقيق ذلك في منافسة رابطة أبطال إفريقيا التي تعد هدفا أساسيا للفريق. هذا ويمكنكم متابعة المباراة على الهواء مباشرة اليوم على القناتين الأولى والسادسة الشبابية للتلفزيون الجزائري ابتداء من الساعة 8 مساء. كرويا دائما لكن هذه المرة محليا، حيث تستأنف اليوم مباراية الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، مباراة تسعى من خلالها الأندية لتأكيد الانطلاقة القوية وأخرى لتدارك التعثرات الأخيرة. أنيس مزيان. جولة سابعة ستحمل في طياتها مواجهات متنوعة الأهداف، أندية تسعى إلى تأكيد الانطلاقة الموفقة وأخرى ستحاول تعويض خيبة البدايات. رائد البطولة المحترفة مولودية الجزائر سيتنقل إلى الوادي لمواجهة اتحاد واتسوف بنية الحفاظ على الصدارة وتجنب أي مفاجأة غير سارة، خاصة أمام منافس اكتفى بانتصار واحد منذ انطلاقة الموسم الكروي الجديد. الاتحاد الذي يعاني الأمرين للتأقلم مع متطلبات قسم النخبة مثلما تؤكد هزائمه الثلاثة الأخيرة على التوالي، بينما يستضيف الوصيف نادي بارادو شباب قسنطينة في اختبار حقيقي لزملاء المهاجم ياسين تطراوي، ويسعى الباك الفائز في الجولة الأخيرة على الصعيد الجديد نجم بن عكنون إلى تأكيد طموحاته أمام السنافر المنهزمين بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي على ميدانهم أمام نجم مقرب. هذا الأخير يحقق مشوارا موفقا لحد الآن بتسجيله لأربع مباريات بدون انهزام، حيث سيستفيد هذه المرة من أفضلية التكهنات للفوز على مولودية البيض في مباراة سيحاول فيها النجم استغلال الضعف الذي أبان عليه فريق البيض خارج الديار. أما شبيبة الصورة وشبيبة القبائل فسيستضيفان على التوالي جمعية شلف واتحاد بسكرة في مباريات رد الاعتبار. من جهته سيحاول اتحاد خنشلة الذي يمر بفترة فراغ وسقوط بدليل الانهزامات الثلاث الأخيرة بعد بداية موسم موفقة زيارة صاحب المركز الأخير الصاعد نجم بن عكنون بأمل العودة إلى سكة الانتصارات. ويبقى نجم بن عكنون الذي يواجه متاعبا كبيرة على غرار اتحاد واتسوف في التأقلم مع الرابطة الأولى، النادي الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار منذ انطلاقة الموسم الكروي، وهو ما سيزيد من الضغوطات على الطاقم الفني بقيادة تزيري بلال. ونختم نشرتنا من مدينة خميس مليانة التي تبقى معالمها الأثرية الجميلة واقفة لتروي تاريخ المدينة الحافل بالأحداث التاريخية. المدينة التي صنفت قطاعا محفوظا لا تزال تستقطب الزوار من كل مكان لاكتشاف كنوزها الأثرية وتقاليد سكانها. المزيد مع أسيا غريب. هذه المنارة تتوسط مدينة خميس مليانة، معروفة بمنارة مسجد البطحاء، إحدى المعالم التاريخية التي تزخر بها ولاية عين الدفلة، شاهد من شواهد الحقبة العثمانية ستستفيد من برنامج لترميمها قريبا. كي تبقى المعالم الترميم تحال يعني راح يزيد في جماليات المدينة، وأهالي راهم يستناو أحر من جمر اللي تبدا الترميم إن شاء الله. ماذا بينا هذا المنطقة هذه تزيد كيشغل سياحة باللي الشيء الطبع نتاعها راك تشوف في زكار، اسمها زكار، هذا كانت فيها بكري الميناء وكانت فيها كذا وكان فيها كذا. اليوم ماذا بينا تزيد تعمم ولا تصلح. مواقع أثرية أخرى ضمن التراث المادي معنية بأشكال الترميم وإعادة التأهيل كمتحف الأمير عبد القادر والسور القديم للمدينة الذي يعود إلى الحقبة الرومانية. يوجد كذلك مسجد الولي الصالح سيد أحمد بن يوسف، الشخصية المعروفة في شمال إفريقيا. هذه المدينة كانت في ذات إشعاع ثقافي بفضل وجود 25 مسجدا وزاوية
كذلك متحف مصنع الأسلحة للأمير عبد القادر والحديقة العمومية. وزارة الثقافة والفنون بعد يعني هذا التصنيف يعني تم برمجة عدة عمليات، وهذا لإعادة الاعتبار وترميم بعض المواقع الأثرية من بينها السور الروماني، وكذلك أيضا متحف دار الخلافة الأمير عبد القادر، وعندنا أيضا فندق زاوية سيدي أحمد بن يوسف. مدينة ميليانا صنفت مؤخرا مدينة أثرية بخمس معالم من أصل 12 معلما سياحيا بولاية عين الدفلة، وهو ما حولها إلى منطقة جذب للعديد من السياح. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.